برأيكم مين يستفيد من جاذبيته أكثر في سوق العمل؟ الرجال أم السيدات؟ أجزم أن الكثيرين يعتقدوا أن السيدات الأكثر استفادة، لكن العلماء عندهم معادلة جديدة تقول عكس هذا الكلام تماماً. الأمر الغريب أن الرجال، نعم الرجال، هم الأكثر حظاً في الاستفادة من جاذبيتهم في مكان العمل على ذمة مجلة Social Science Quarterly. الوصول إلى هذه الحقيقة تم من خلال بيانات مستمدة من بحث طويل أجري لسنوات في الولايات المتحدة يقيم درجات النجاح والفشل في الوصول للأهداف العملية غير تأثير الجاذبية. الباحثون وجدوا أن الذكور الجذابين يتمتعوا بقدرات أكبر على التأثير والنجاح في مكان العمل من الآخرين غير المتمتعين بالجاذبية، يعني الأقل وسامة. هذا يدل على أن هذه الجاذبية تلعب دور مهم في سوق العمل بالنسبة للرجال، والأمر ربما ينطبق على النساء لكن بنسبة أقل بحسب الدراسة الأخيرة. وإنتم إيش رأيكم؟ تتفقوا مع هذا الكلام؟